مشاهدينا الكرام، نبقى في الموصل ومعنا من هناك وعبر الهاتف مراسلنا محمد طلال ليحدثنا عن جديد ملف الإعمار والوضع العام للمحافظة. محمد، مساء الخير عليك، الكلمة لك، تفضل. نعم، مساء النور، تحية طيبة. يعني بصدد ملف الإعمار خصوصا مع إعلان الذكرى الثالثة لإعلان النصر على عصابات داعش الإرهابية، قال محافظ نينوى أنه الموصل اليوم بحاجة إلى 7 مليارات دولار للنهوض من جديد. يعني هذا الرقم، خصوصا ما يتردد هذا الرقم الكبير بخلال المؤتمرات وخلال الندوات التي تعقد لإعادة بناء مدينة الموصل، خصوصا بعدما لحق فيها من دمار كبير وإعلانها منكوبة عقب العمليات العسكرية التي شهدتها هذه المحافظة. في ملف آخر، أعلنت النزاهة عن إيقافها عقد تجهيز لآليات تخصصية بقيمة 89 مليار دينار عراقي بعد شبهات فساد. ويعني جاء وفد من هيئة النزاهة إلى ديوان محافظة نينوى وتحديدا إلى قسم العقود بعد المغالاة في يعني وصف أسعار هذه الآليات التخصصية، واكتشفت النزاهة أنه يعني ثمن هذه الآليات لا يتعدى نصف هذا المبلغ المذكور، وبالتالي تم إيقاف عقد التجهيز، وأيضا يعني تم فتح تحقيق بخصوص هذا الموضوع. أخيرا، جامعة الموصل انتهت من تصنيع جهاز التنفس الاصطناعي، وهذا الجهاز يعني قد باشرت به يعني منذ بدء جائحة كورونا أو بعدها بقليل. يعني هذا الجهاز سيستخدم لإنعاش الجهاز التنفسي، وأيضا سيتم توزيعه على مشافي مدينة الموصل لغرض تقديم الخدمة لمرضى كورونا. نعم، من الموصل مراسل زاغروس تي في محمد طلال، شكرا جزيلا لك.